طبعا بجهلك صدقت انه عفريت ورحت الشيخ عشان يصرفهولك. وتأكدت انه هو دجال بعد ما ظهر لي امبارح. نبيها قوي ما شاء الله. اديك كده فهمت كل حاجه، وما دام ابتديت تتريق عليا يبقى اكيد عندك تفسير للي بيحصل لي ده. الديان لا يموت. طول عمرك بتنكري لغه الروح وبتتريقي على الاسرار الخفيه. مش معقول يا عم مجاهد هتشمت فيا وانا في الازمه دي كمان. معاذ الله يا بنتي، انا بس بتامل حكمه ربنا في عباده. قولي لي يا كرمه، شفتي ايه في الرؤيه الاخيره؟ شفت نفسي لابسه روب المحاماه بتاعي وماشيه لوحدي في مكان غريب زي ما تكون أرض فاضية ومهجورة، وفجأة رجلي اتكعبلت في حفرة. الحفرة دي كانت بير مليان ورد وعصافير ولوح مرسومة، ودافيتشي كان قاعد جوه بيستنجد بيا وبيقول لي ساعديني يا كارما، مدي إيدك وارفعيني. مديت إيدي وحاولت أشده، فجأة هجم عليا تعبان رهيب وعضني في إيدي وصرخت والصرخة شقت صدري، والوجع جري في جسمي كله وفي عروقي يا عم مجاهد، وجع بجد لدرجة إن أنا كنت حاسة بإيد دافينشي وحاسة بعضة التعبان في دراعي. ولما صحيت من الكابوس لقيت دراعي أسرق. كابوس؟ أنت لسه بغبائك بعد اللي حصل بتسمي ده كابوس؟ أمال ده يطلع إيه؟ يطلع رحمة يا بنت الغالي، يطلع لطف وحنية وحب إلهي ملوش حدود. حب من ربنا ليا أنا؟ لا، لأبوكي يا كرمة، أبوكي اللي زرع نبتة طيبة وجميلة وقضى عمره كله بيسقيها حب وحنان وشرف وعدالة، واستنى يحصد زرعته قامت كسرت نفسه وطرحت خسة وطمع وتجارة بحقوق الناس، لكن ربك بلطفه وحنيته جاب له كرامة مخصوص من تحت الأرض تعدل الميلة وتخضر الدبلان. حرام عليك يا عم مجاهد، ده أنا اللي فيا مكفيني. دافينشي مش عفريت يا بنتي، ولا بني آدم عايش في الدنيا، ده ميت يا كارما. ميت؟ مات وشبع موت واندفن في قبره من سنين، واندفنت حكايته معاه. الناس فاكرة انه مات موتة الاجل الطبيعي، لكن الحقيقة انه اتقتل، ولحد النهاردة محدش عارف مين اللي قتله. روحه الطاهرة يا ولدها لسه متعلقة في الدنيا الخربانة اللي كنت ماشية فيها، مش حبيبها ولا طمعان يرجع لها، لكن طمعان في ظهور الحقيقة. لحد ما رجلك اتكعبلت في قبره وشافك قدامه، اتعشم في نزاهتك وقوتك في الحق، مد ايده وطلب مساعدتك، لكن عملك الراضي وقف قصادك وعض ايدك قبل ما تداوي الوجع وتكشف الحقيقه. مش ممكن يا عم مجاهد، انت عظيم اعظم مخلوق في الدنيا، ربنا يخليك. تفسيرك العبقري ده عمل لي معجزه، حل لي اكبر فزوره حصلت في حياتي. المعجزه دي حصلت عشان روح ابوكي الطاهره وعمله الطيب. أنا غلطت فعلا في حقك، في حق أبويا الله يرحمه. مش عارفة أعمل إيه عشان أصلح الغلط ده. لسه الفرصة قدامك، المعجزة اللي عندك دي استغليها بإيديكي وبسنانك. شوفي الراجل المسكين اللي دمه راح هدر، دوري وفتشي وحققي واعرفي مين اللي قتله. إزاي يا عم بيت؟ أنا معرفش عنه حاجة،
مش في ايدي اي حاجه، لا اسمه ولا مهنته ولا عنوان ولا اي حاجه. معرفش يا بنتي، ده شغلك انت يا استاذه. وخلي بالك يا بنت سليم، نعمه زي دي ما ينفعش تفرطي فيها، لو حصل كده هتتقلب لنقمه، نقمه هتلزق فيكي طول العمر، وروح دافنشي هتفضل تحوم حواليكي وترقص قدام عينيكي زي الطير المذبوح. الله حي، الله حي، الله حي، الله حي، الله حي.